سلام غالياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. طليت عليكم في هذا الفيديو، جبت لكم فيها وصفه بزاف بنينه اللي هي اجنحه الدجاج المحمره. رايحه نديروها في الفرن، رايحه نرفقها مع مجموعه من الخضار، يعني رايحه نعطيكم واحد التتبيله تجي ولا اروع للدجاج تاعكم. انا لهنا كنت درت اجنحه الدجاج، يعني انتم تحبوا ديروا اجنحه الدجاج ولا اي جزء من الدجاج تقدروا ديروا كذلك ليكويس. رايحه نعطيكم واحد التتبيله تعطينا بالنهايله للدجاج تاعنا. ما تنساوش غالياتي تخليو لي جيم ونقولوا بسم الله على بركه الله. نبداو في مقادير الوصفه وكيفيه التحضير. اول حاجه هنا يا غالياتي عندي مجموعه من اجنحه الدجاج، كنت نقيتهم، يعني تنقيوهم وتنظفوهم جيدا. انا غسلتهم كذلك بالخل والقارص والملح. نجيو هنايا باش نحضروا هذا التتبيله. في غيسيبيون عندي ملعقه كبيره تاع الخل الابيض، تقدروا ديروا اي نوع من الخل، يعني سواء الاحمر ولا الابيض. نجيو هنايا عندي ملعقه كبيره من الزبده، عندي نصف ملعقه من الفرماج، ولا تقدروا ديروا وحده تاع المثلثات. عندي طرونش تاع القارص، عندي ملعقه صغيره تاع الهريسه، ملعقه صغيره تاع الطماطم، عندي ملعقه صغيره تاع المطارد، وملعقه صغيره تاع الثوم. نجيو هنايا نعصروا هذيك نصف حبه تاع القارص، يعني نص صغير. من بعد هنايا نوضعوا المكونات هذوك اللي كنت نسمي لكم فيهم. تقدروا تعوضوا هذاك الفرماج، يعني تقدروا ديروا علبه تاع بتي سويس. نجيو هنايا لي زيبيس، عندي مكعب مرق الدجاج جومبو، عندي الكزبر، عندي البابريكا ولا العكري الحار، عندي الفلفل الاسود والملح والكمون والكركم، يعني توابل الدجاج اللي تعرفوا بلي الدجاج يبغي بزاف التوابل، يعني التوابل اللي عندك كامل حبيبتي نقول لك ضيفيهم في هذه التتبيله. اللي عندها كذلك الزنجبيل، كاين اللي عندها توابل الدجاج، يعني ضيفيهم كامل. تعرفوا بلي الدجاج يبغي بزاف التوابل، ويعني قد ما تبلتيه بطريقه مليحه وتخليه يتشرب هذيك التتبيله قد ما يعطيك هذيك البنه. نخلطوا المارينات تاعنا هذه جيدا. من بعد هنا نضيفوا حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت، ونخلطوا المارينات تاعنا. يعني لهنا راها جاهزه، قلت لكم بالنسبه للمارينات هذه يعني تمشيوها مع الدجاج كامل، سواء درتو ديكويس، يعني اي جزء من الدجاج تحبوا ديروه ديروا له هذه التتبيله. نوضع هنايا اجنحه الدجاج تاعي بهذه الطريقه. انا بغيت لهنا ندخل يدي هكذا باش نوزع على مارينات كامل على الدجاج تاعي، نقعد نقلب فيهم بهذه الطريقه. يعني التتبيله هذيك ولا الخلطه هذيك اللي درناها، يعني لازم تقيس لكم الدجاج تاعكم كامل. نخليه هنايا نغطي عليه ونخليه يريح، يعني قد ما خليتوا الدجاج تاعكم يتشرب هذيك التتبيله قد ما يعطيكم هذيك البنه. رحت هنايا وجدت الخضار تاعي، عندي حبات تاع بطاطا، عندي حبات تاع البصل والطماطم، وعندي زوج كرابط تاع الفلفل. قصيتهم ديروندال ورقه كيما راكم تشوفوا، سواء تاع البطاطا ولا الطماطم ولا الفلفل ولا البصله، كامل قصيتهم دي طرونش كيما راكم تشوفوا غاليتي. نجيب هنايا بلاطو يدخل للفرن. هاي لكم هنايا الاجنحه الدجاج تاعي، يعني كنت خليتهم يعني تبلو، يعني خليت الدجاج تاعي يشرب هذيك التتبيله، عطاني واحد البنه ما شاء الله، يعني قد ما خليته يريح قد ما يزيد يعطيكم هذيك البنه. نجي هنا نستفهم كيما راكم تشوفوا هنايا في هذا البلاطو. هنا يا غالياتي هذيك الريسيبيون يعني قعدت لي فيها شويه من التتبيله هذيك اللي كنت درتها، نجيب هنايا هذوك الخضار ونوضعهم في الريسيبيون هذيك، نحاول ندخل لهم هذيك التتبيله اللي بقات لي، يعني التتبيله هذيك كامل رايحين نوزعها على الخضار تاعنا. بالنسبه للخضار هنايا راح يديو هذيك البنه، يعني ما شاء الله. خلطوا هنايا غير بيديكم هكذا باش تضمنوا بلي الخضار تاعكم كامل تقاسوا بهذيك الخلطه ولا هذيك لا مارينات.
بعد هنايا نجيو ندوروا الخضار تاعنا على هذاك الأجنحة الدجاج. تحبوا ثاني ديروا يعني تحبوا تفرشوا ساع الخضار تاعكم في البلاطو، من بعد تحطوا الأجنحة هذوك يعني كيما تحبوا. تقدروا تضعهم كذلك بشكل عشوائي، يعني النتيجة تقعد نفسها. أنا لهنا حاولت أني نوضحهم بهذه الطريقة، يعني كما راكم تشوفوا هنا يا غالياتي هذا الطبق يعني راح يجي طبق متكامل، يعطاني كميه كبيره، ولكن يعني بابسط الامور تعرفوا باللي الدجاج غالي. يعني هنا انا حاولت اني ندير لكم طبق يكون طبق مليح يعني فاخر، ولكن باقل التكاليف. والبنه ما عندي ما نحكي لكم، هاي لكم هنا يا غالياتي. من بعد هنا يا الريسيبيون هذيك يعني ضفت لها حوالي كاس تاع الماء، وخلطت مليح، زدت هذيك التتبيله يعني زدت هبطت فيها ذاك الماء ونضحها بهذه الطريقه. من بعد نجيبو هنايا بابي كويسون، نزيدو بابي الومنيوم كيما متعودين، لازم نديرو البابي كويسون هو الاول. تعرفوا بلي البابي الومنيوم يعني مضر للصحه، ما لازمش نديروه يقيس الماكله تاعنا. من بعد كي ندخلوه الفرن يعني راح يطلق هذيك المواد، ما تصلحش ديروها فوق الاكل تاعكم مباشره. بعد غاليتين ندخلوهم للفرن، تحطوا في الرف اللي في الوسط، نشعلوا عليه من تحت حتى تشوفوا الدجاج تاعكم طاب جيدا. كذلك هذيك الخضار نزيدو نشعلوا عليها من فوق. شوفوا هنا هذيك خذالي هذيك التحميره الباهيه. اعذروني حبيباتي، انا كنت نصور يعني كنت هازه التليفون تاعي بالطول، على ذلك جات الصوره بهذا الشكل. أوليكم هنايا الروتي تاعي بأجنحة الدجاج هايل ما شاء الله. نتمنى غالياتي تجربوه وتعطوني بآرائكم في التعليقات، ونقول لكم غالياتي تهلاو لي في روحكم وانتظروني في وصفات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.